ده يا نهار اسوح ومنيل، ده طلع بجد؟ ده انا شكلي دخلت كاس العالم. ايه ده؟ عامل ايه يا جارديولا؟ احسن. عامل ايه يا موحه؟ احسن. تمام صحتك زي الفل؟ الحمد لله. يا سلام، ايه الجمال دوت؟ سي ميسي وصلاح يا جماله، ومبابي وماني، الله عليه. والنبي يا جماعه بعد اذنكم كل واحد صوره معايا كده سيلفي، والنبي الله يخليكم، انا استحاله اجيب الجمع ده تاني. عم صلاح صباحه ابيض، ما تشوف لنا شغلنا في ليفربول كده ان شاء الله حتى مدلك. انت اي حاجه معاك بالله عليك؟ هما بيعزلوا من ليفربول ولا ايه؟ في ايه؟ طب خلاص بقى، كلنا صوره سيلفي كده مع بعض، وانا في وسطكم المدرب، اتفقنا؟ يلا والنبي ربنا يبارك لكم يا جماعه، السيلفي ده مهم. او النبي الله يخليكم، النبي ربنا يبارك لكم. يلا، واحد اثنين ثلاثه كاميرا. معلش يا جماعه، بس والنبي صوره ثانيه عشان الكاميرا بتتهز. ما هو انت بتعمل ايدك كده؟ ما انا مش عارف اتملك اعصابي الصراحه، اللحظه قويه قوي. طب يلا تاني، يلا تاني، يلا والنبي الضحكه الجميله. يلا، واحد اثنين ثلاثه كاميرا. في حاجه غلط في الصوره، باين ان الشاشه غلط. بقى شايله موزه. ايه ده؟ هو ده مين ده يا جماعه؟ ده اللي بيلم الكور ولا ايه؟ لا، ده شبيه اللي بيجمع الكور. اه، شبيه اللي بيجمع الكور. معلش انا اسف، بس اخر صوره، اخر صوره. يلا ولا يهمك، ركز يا شباب. ها يلا، واحد اثنين ثلاثه كاميرا. يا سلام، يا بركة دعاك يا الله، يا سلام يا سلام يا كرم الله، ده انا اتصورت مع انظف ناس في الفيفا. والله تخيل يا دكتوره، انا انظف واحد اتصورت معاه عم محمد البواب وفي عيد العمال. والله لما انزل بقى الصور دي على الانستجرام اهو نزود متابعين، ده انا الوحيده اللي بتتابعني بس فويه. كتر خيرها، انا كلمت نيلي قالت لي قسم الاشعه ما بيفتحش غير 6 بعد الظهر. قسم اشعه بيفتح 6 بعد الظهر؟ ليه ان شاء الله كباريه. انا عايز اطمن بقى على ابني قبل ما اروح مشاويري. طب ما انا عندي راي تاني، تروحي مشوارك وترجعي الساعه 6 بعد الظهر، تعملي له الاشعه وتطمني عليه. طيب اوكي، يلا بينا. يلا بينا فين؟ طيب مش لسه بتقول نطمن عليه بعد لما نرجع؟ لا عزل معاك ايه، انا لسه هخش للعيب اخد فيديوهات. اكرم، والله ما عشاني، ده عشان خاطر سامح. طب اخد فيديو واحد مجمع عليهم كلهم. يلا يا اكرم. حاضر. يلا 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 يلا، اتفضلي اتفضلي يا دكتوره. سامح، انا نازله وهرجع اعمل لك الاشعه، هننزل مع بعض وانتي تاخدي بالك من اخوكي. سامعه؟ شوفنا، تعالى بتعمل ايه؟ صلاح تابعني على الفيسبوك ماشي؟ يلا اتفضلي يا دكتور. امبابي تابعني على الانستجرام.